بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، طابت أوقاتكم بكل خير. هنا على الحب والمحبة دائما نلتقي، وهنا ألتقي بكم أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، عبر قناة عمان الرياضية وفي التغطية المستمرة لأحداث دوري عمان لموسمه الكروي 2018-2019. هنا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري، نادي مجيز صاحب الأرض والجمهور يستضيف نادي مرباط. نعم، مجيز من أجل الفوز الأول له في الدوري، ونادي مرباط من أجل تحقيق الفوز الثالث له في الدوري. في هذه المواجهة أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، في 90 دقيقة منتظرة، في 90 دقيقة أتمناها بأن تكون حاضرة بالإثارة والمتعة بين نادي مرباط العفاريت ونادي مجيز الفريق القروش البحرية مثل ما يلقب على هذا الفريق. لمن الغلبة يا ترى؟ نبدأ بتشكيلة الفريقين، بداية مع تشكيلة نادي مواجهة يعقوب عبد الباقي، والمساعد الأول عبد الله الجرداني، والمساعد الثاني ناصر أمبو سعيدي، ومهمد الحكم الرابع. تترك للحكم صفوان العزري، ومقيم الحكام في هذه المواجهة هو الحكم حسن العجمي. البداية والانطلاقة كانت لمصلحة نادي مرباط، لكن الكرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. أسعد ممتاز في الهجمات المرتدة، لكن أخطر فرصة حاضرة بالنسبة لنادي مجيز. وبالنسبة في الشوط الثاني في هذه المواجهة، انفراد تام أمام المرمى من قبل اللاعب. هنا لقطة، هي عكعاكي يسجل، واي تسجيل عكعاكي، يضرب واي ضربه عكعاكي، يسجل جول واي جول. الله على المحاوله، على اللقطه، على التسديده الجميله التي كانت من مسلم عكعاك، مسلم يسدد كره كانت جميله، كره رائعه في شباك الحارس عبد الرحمن المقبالي، تسديده جميله جدا. هكذا هي الامور، ونادي مرباط يسجل الهدف الاول. نعم، مرباط يسجل الهدف الاول وياتي بالهدف الاول. هكذا هي المجريات، هكذا هي الامور. عكعاكي يتحصل على بطاقه صفراء، شوف المحاوله، التسديده الجميله، الله على الكره الماضيه يا عكعاك، يا عكعاك على هذه التسديده، على هذا الجمال، على هذا الفن، على التصويبة الصاروخية. كرة في شباك الحارس عبد الرحمن المقبالي، شوف المحاولة، هنا اللقطة، الله على المحاولة يا عكعاك على هذه. وأنتم على إثارة، لأن نادي مجيز راح يتقدم ويبحث عن هدف التعادل، ونادي مرباط ربما لا يغامر في النواحي الهجومية وراح يعتمد على الهجمات المرتدة. اللعبة الكرة، هي الصورة، هي متابعة، جول، هي جول، جول. مرباط يسجل، مرباط يأتي بالهدف الثاني. نعم، هكذا هي الأمور. سولا سولا سولا، الأوغندي سولا يأتي ليسجل الهدف الثاني. 2 نادي مرباط، لا شيء نادي مجيس. نعم، سولا الأوغندي يأتي ليسجل الهدف الثاني بعد كرة عالية استلمها سولا، تقدم بكرته، حطها في الشباك الحارس، الحارس عبد الرحمن المقبالي. شوف المحاولة، اللقطة، وين الرقابة، وين التغطية، وين التغطية مان تو مان في المحاولة الماضية؟ نعم، كانت حاضرة التغطية، لكن سولا أسرع من مدافع نادي مجيز في المحاولة الماضية. الحديث عن المدافع، يبدو لي بأن اللي كان فيها التغطية هو سام. ركنية الآن للاعبي نادي مجيز، الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي في هذه المواجهة. 2-0 صعبة على نادي مجيز، لكنها ليست بالمستحيلة. هنا متابعة راسية حاضرة، نعم يسجل مجيز، يسجل في هذه الأوقات مجيز يضرب في هذه اللحظات، هدف تقليص الفارق من اللاعب ريمي. نعم، ريمي
يسجل جول لمصلحة نادي مجيز. هكذا هي الأمور. ريمي يأتي، ريمي يضرب، ريمي بعد الارتقاء الجميل والرأسية اللي ذهبت وعانقت شباك الحارس هاني نجم الدين، ومجيز يقلص الفارق الآن. نعم نادي مجيز يقلص الفارق الآن. رقابة لم تكن حاضرة على دفاعات. نعم رمية جانبية لمصلحة لاعبي نادي مجيز الآن. دقيقتين الوقت المتبقي، عادت المحاولة. نعم وتعود الأمور مرة أخرى، هنا المرتدة الخطيرة لمصلحة نادي مرباط. جيفرسون على تنفيذ هذه اللقطة، جيفرسون يتقدم، جيفرسون يحاول في لقطة، في محاولة تسديدة. الله يا مرباط، الله يا مرباط. نعم مرباط يسجل، مرباط يضرب ويأتي بالهدف الثالث. هو عكعاك مسلم، عكعاك يأتي ليسجل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة، في لقطة كانت حاضرة، في ضغط كان حاضر من قبل لاعبي نادي مجيز في المحاولات الماضية. يأتي مسلم عكعاك، يأتي عكعاك من هذه التسديدة، من هذه اللقطة ومن هذه الكرة. الله على الكرة الماضية، حطها بكل جمال، بكل إبداع، ذهبت وعانقت شباك الحارس عبد الرحمن المقبالي. ونادي نعم ونادي مرباط يسجل الهدف الثالث. معاناة مجيز، لأن لو لم يأتي الهدف الثالث ربما تكون الأوضاع مغايرة. وهنا أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، تنطلق صافرة الحكم، الحكم يعقوب عبد الباقي، معلنة عن نهاية هذه المواجهة. ألف مبروك للعشاق في نادي مرباط وللجماهير ومحبينا، هاردك لنادي مجيز ولهذه الجماهير التي أتت بشكل جميل في هذه الأمسية. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، كنت معكم أنا موسى عيد البلوشي معلقا وواصفا على هذه المواجهة، في أمل أن ألتقي بكم في مواجهات أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.